عصاة الموحدين الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها، هل يكونون في عداد الأموات عندما يطرحون في نهر الحياة مثل ما فهمنا مما أورده الناظم؟ يموتون من التعذيب، يحترقون من النار، يموتون من الحريق والعياذ بالله، ما هو بالموت الأول، الموت بالحريق. نعم، أحسن الله إليكم. ويقول في سؤاله: وإذا كانوا قد ماتوا، فما الجمع بين ذلك وبين قوله تعالى: ثم لا يموت فيها ولا يحيى؟ هذا في الكافر: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهذا لا يموت فيها ولا يحيى، يعني لا يموت موتا يريحه ولا يحيى حياة يتلذذ بها، وإنما يكون لا حيا حياة يتلذذ ويستريح بها، ولا ميتا ويستريح وينقطع عنه العذاب. نعم.